طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لا ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استشراف في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول اختتام الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس لزيارته إلى العراق. طبعا جاءت هذه الزيارة بعد 3 أيام تنقل فيها بين بغداد وكربلاء والنجف، والتقى بعشرات الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية، ووقع أكثر من 20 اتفاقية تجارية واقتصادية وسياسية وأمنية، من بينها 6 اتفاقيات عالقة منذ 50s إبان العهد الملكي في العراق. تتعلق هذه الاتفاقيات بحقول النفط والغاز المشتركة وترسيم حدود شط العرب وتنظيم الممرات الملاحية في الخليج العربي وملف التلوث البيئي في البصرة المنبعث من الحدود الإيرانية، ضمن ما يتعلق بحرق النفايات الإيرانية بمحاذاة الحدود العراقية، وكذلك المياه المالحة وتضرر الأراضي العراقية منها. لعل أبرز هذه الاتفاقيات وآخرها هو قرار العراق إلغاء أو حكومة في الحكومة في العراق إلغاء رسوم التأشير عن المواطنين الإيرانيين الراغبين بزيارة العتبات الدينية، والبالغ معدلهم السنوي تقريبا يصل إلى نحو 5 ملايين زائر، وهو ما يعني فقدان العراق موردا ماليا ضخما يقدر ما بين 140 و200 مليون دولار. كان العراق يوجه هذه الأموال ضمن موازنات لتنمية المحافظات الجنوبية والوسطى، ولكن على الأرض لا يوجد أي تنمية. رغم الجدل المثار حول بعض الاتفاقيات التي وقعها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مع الإيرانيين وحاجتها إلى تشريع وموافقة من البرلمان كما ينص عليها الدستور النافذ في البلاد بمثل هذه الحالات كاتفاق ترسيم الحدود وحقول النفط المشتركة، إلا أن التركيز الأكبر فيما يتعلق بالزيارة كان حول ما تحقق للعراق من منافع وما قدمته لإيران، إذ يتضح جليا ميل الكفة لصالح إيران. روحاني الذي التقى عشرات الشخصيات السياسية والدينية والقبلية إضافة إلى المسؤولين الرسميين في بغداد، وجمعته لقاءات مع ممثلين في كربلاء والنجف بمجلس المحافظتين، فضلا عن قيادات فصائل الحشد الشعبي التي اعتبرها مهمة لاستقرار العراق وأمنه. كذلك هناك شخصيات يعني سياسية وقبلية اعتذرت عن لقائه بسبب طريقة استدعائهم، كنا شفنا أنه كيف يستدعيهم إلى مقر إقامته في المنطقة الخضراء أو لرفضهم التدخل الإيراني كما جاء على لسان البعض. في موازاة ذلك، رفض المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإدلاء بأي تصريح حول نتائج الزيارة، ووفقا للمسؤولين في المكتب فإن رئيس الوزراء لم يسمي حتى الآن متحدثا باسمه أو باسم الحكومة، ولا يمكن لهم الحديث حول نتائج الزيارة، معتبرين أن البيان الصادر عن الحكومة كافي في هذا
أو يكفي في هذا الإطار، إلا أن مسؤولا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكد لصحيفة العربي الجديد أن قسما كبيرا من الاتفاقيات الموقعة كان قد تم التوصل لاتفاق حولها إبان حكومة حيدر العبادي السابقة، وأن التوقيع كان لاستكمال الجوانب القانونية فقط وحول الطرف المنتفع من تلك الاتفاقيات. قال المسؤول: الآن بات من الصعوبة فك ارتباط السوق العراقي وجعله مستقلا، والبضائع الإيرانية ستجد طريقها بسهولة على حساب المنتج العراقي المحلي. وأكد أن بعض الاتفاقيات غلبت عليها المجاملة ولا تصب بصالح العراق، فيما لم يعد الإيرانيين بأي شيء يتعلق بالعراق، لم يقدموا أي وعود باتجاه العراق. إذن الزيارة تصب في صالح إيران، مكاسب لإيران، رفع تأشيرة، إلغاء التأشيرة، وكذلك رفع مستوى التجارة من 12 مليار دولار سنويا إلى 20 مليار دولار سنويا. معنا اتصال أبو طارق من فنلندا. تفضل أبو طارق. أبو طاها من فنلندا. تفضل أبو طاها. حياك الله. يا أهلا بك عمر. أهلا وسهلا أبو طاها حبيب قلبي. حياك الله حبيب قلبي. روحاني زار العراق، هو مو زار العراق، زار محافظة تابعة لولاية الفقيه، وروحاني من اجى الشلب حشاكم مني يخلف يخلف جرو، بعدين الجرو يكبر في الشلب بنشلف، فزار اجراوات زار اجريه مالته هذا الحكومة. هاي حكومة كلاب، حكومة ما عدتها مصداقية ابدا، فساد، تنازلت عن شط العرب وتنازلت عن كثير مناطق من مناطق التابعة الى العراق كلها تنازلت عنها. نعم. لسبيل ارضاء روحاني وولاية الفقيه لارضائه. نعم. الحكومة العراقية اللي تم حكومة، وهي ما حكومة، هي مو حكومة، هي عصابة سراق حرام فاسدين قتلة، فمن دورهم هو صارهم مو لأنه زيارة رسمية أو زيارة مو يعني قدم لها يعني زيارة قدم لها يعني مثل ما نقول بإرضاء ما أو قاسي، قصد أن الحكومة الموجودة وقصد عن دور القتلة روحان قاسم سليماني يزورون العراق ويفترون بالعراق، يعني كعما ولاية تابعة لهم محافظة محافظات إيران. نعم نعم. الحكومة العراقية هذه الموجودة حاليا اللي تسمى حكومة، هي هذه حكومة عميلة لإيران والحشد الشعبي، أنا اللي مسوينه حشد الشعب المقدس اللي قتل ونهب تصاب، هذا يعتبر حرس ثوري إيراني منضم إلى الحرس الثوري الإيراني يعني. نعم. قيادات كلها سابقة كانت موجودة بإيران وقتلت الجيش العراقي وقتلت الأسرى العراقيين بحرب 80 واعتقلوا وقتل وتعذيب هم منه هذا العامري وعمار الحكيم وشلده. نعم. زين انت برأيك أبو طه يعني هذه الاتفاقيات وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران يعني ما راح تضر العراق؟ نعم تضر العراق، يعني خلاص كثير من العراق، هو روحاني من اجى يتفق مع العراقيين للقوات الأمريكية، طلع قوات الأمريكية من العراق ويحفز هالمجالات الموجودة انه قوات الاحتلال، احنا لو ظل العراق على احتلال يعني على احتلال الأمريكي على قد محتل يعني مبين. نعم. ما سعنا البلد مو محتل والاحتلال افضل يعني احتلال امريكي افضل للعراق مع الحكومه الموجوده، على الاقل من اي شيء يصير خرق امني يصير سرق اموات يصير قتل بلد محتل. نعم. فانما حاليا الحشد الشعبي هو يقتل يهجر جرف الصخر الثقلاوية سجناء مختطفين قصرا حي عرفان في محافظة نينوى
حاليا القضاء قضاء مخمور وتهنينا كله موجود فيه الحشد الشعبي تعيمارس أشد الجرائم من قبل الحشد الشعبي للمدنيين الموجودين المدنيين العزل. إذن أنت تشوف زيارة الرئيس الإيراني روحاني يعني تصف في مصلحة إيران فقط؟ نعم. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا، كان معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ عمر. حياك الله، يا أهلا بيك، الله يسلمك. إحنا قبل يومين أول ما أجا روحاني تحدثنا في الحلقة قبل 3 أيام، قلنا روحاني إيش عنده بالعراق وش يريد من العراق، وبالفعل اليوم الزيارة ونتائج الزيارة أثبتت أنه الرجل جي وحصل ما يريده من دعم اقتصادي بالدرجة الأولى، من دعم سياسي إلى آخره. فيعني العراق تحول يعني سوق ب 12 مليار دولار بالسنة، هسه تحول إلى سوق ب 20 مليار دولار تروح إلى جيوب الإيرانيين. شنو رأيك؟ والله أستاذ، هو العراق هو مبيع يعني مقدما لإيران من أيام الاحتلال. نعم، يعني أنت شوف حتى هو زيارته أول ما نزل ما جاء قبل يعني للحكومة، وإنما راح للكاظمية حتى يزور دي يقول لهم يعني إحنا من عندكم وبيكم. نعم، هذول شرمة، هذا مستهد دول الشرمة اللي موجودين، دول العصابة ما نقول عليهم حكومة، هذول بايعين أعراضهم لي قدام، مو بس البلد. هذا الإيراني يقول له تعال اعطيني عرضك هم يبيعها، مو بس العراق يا أخي، هذول دمروا، هذول شرذمة دمروا العراق وباعوه لإيران، لأن هم كلهم تابعين لولاية الفقيه القدر. زين، نعم. ومع الأسف على أخواننا الشيعة الشرفاء أنه أولادهم يأكلون من النفايات وأموالهم كلها تذهب لإيران، مع الأسف والله أقول على هذا يعني. وأشكرك أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. طبعا رئيس هيئة ميليشيا الحشد فلح الفياض قال بأن العراق سيقف إلى جانب إيران لمواجهة الحصار الأمريكي. خلونا نشوف مقطع فلح الفياض اللي يتحدث به مع أحد القنوات الإيرانية حول هذا الموضوع. زيارة فخامة الرئيس روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية حدث مهم وتتويج لشوط طويل من العلاقات، خصوصا في السنوات الخمسة الماضية في محاربة الإرهاب ودعم الجمهورية الإسلامية العراق بذلك. رسالة دعم من الشعب العراقي والحكومة العراقية للأخوة في الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، بأننا إن شاء الله معهم في مواجهة كل الضغوط والصعوبات والحصار. نعم، كلام واضح والنتائج على الأرض أوضح منها. طبعا مكتب عادل عبد المهدي أعلن في بيان بأن الطرفين أجريا مباحثات وصفها بالهامة في أجواء أخوية كما قال وودية وبناء، وأعرب عن رغبتهما في تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية وغيرها، كما تم بحث جملة من القضايا الإقليمية، وأكد توقيع مذكرات تفاهم في مجالات عدة منها النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء سكك الحديد بين الشلامجة في إيران والبصرة في العراق، حتى طبعا يعني صير نقل المخدرات عن طريق القطار، وتسهيل التأشيرات كما ناقش الطرفان بحسب مكتب رئيس الوزراء مسودة اتفاقية أمنية بين البلدين من دون الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية. وفقا للبيان تم الاتفاق على إنشاء منافذ حدودية جديدة، إقامة مدن صناعية، التعاون في المجال التعليمي والطبي والعلاجي وتجارة الأدوية، وتسهيل تسجيل شركات الأدوية بين البلدين، ومضاعفة التبادل التجاري في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والخدمات الفنية والهندسية والصناعية. وكما أشار بأنه وكما جاء في البيان بأن الجانب في العراقي يعني رحب بمشاركة الشركات الإيرانية والمستثمرين الإيرانيين في هذا الصدد. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. أشكرك جدا أخي عمر. والله يا أخي عمر، أنا شفت فالح الفياض عندما يقول سنقف في وجه العقوبات الأمريكية ضد إيران. نعم، نتساءل أخي عمر، يعني تناقضاتهم شديدة، يعني هم روحاني، رفسنجاني، خامنئي،
كلهم أقروا قالوا لولا طهران ما سقط بغداد وكابل. هم أرسلوا الميليشيات وأسقطوا النظام العراقي وهم يعني تعاونوا مع الأمريكان. فالآن يعني ما أدري يعني إيش هذا كيف يقف في وجه العقوبات الأمريكية. هم تعاونوا إلى أبعد الحدود مع الأمريكان في غزو العراق. ونحن نعيد ونكرر مالك يذهب إلى واشنطن أمام الكونغرس يشكرهم على تحليل ويطلب بقاء القوات الأمريكية في العراق. فما الذي جرى؟ فمن يطعم؟ ما ندري من يطعم من الخلف؟ يعني من يغدر بمن؟ يعني الأمريكان أيضا عندما أياد علاوي على أساس يصير رئيس الحكومة يعني أياد علاوي شخصيا قال أمريكي يريدون رجل يكون مرغوبا لدى الإيرانيين وأنا لست مرغوب لدى الإيرانيين وخلوا المالكي يحكم. فيعني هم يعني يغدرون بعضهم ببعض. فإن شاء الله نقول أن يكون بأس بينهم شديد. يقولون لهؤلاء شياطين. لكن روحاني عندما يأتي يزور قبر يعني عندما نقرأ الإسلام الحقيقي الإسلام الأصل أصل الإسلام إمام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن قال يا علي ما تأتي قبرا مشرفا إلا وسويته. فماذا يعني الله عز وجل في السابع سماوات في القرآن يقول قل يعني محمد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. أي نعم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الله يقول في القرآن قل إني لا أملك لكم نفعا أو ضرا. محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع ضرهم ولكن الله أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحن نتبع محمد يعني عندما نذهب إلى المساجد نصلي لله. والله يقول في القرآن سورة النساء وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم أبو عبد الله أبو عبد الله. نعم. أمين المجلس الأعلى لأمن القوم الإيراني علي شمخاني قال بأن التحرك جاري بسرعة أكبر نحو تحقيق الخطوة الثانية لما سماها الثورة وأشار إلى أن قطار الثورة حول بلدا عدوا كالعراق إلى حليف. شو تقول بهذا الكلام؟ لا والله يا أخي العراق لم يتحول إلى حليف. العراق هناك يعني الأمريكان الصهاينة هم سمحوا لميليشيات الموالية لإيران أن نرى أي حلف. هذا يا أخي نحن نرى يعني على أرض الواقع صورة وصوت يعني نرى الأفعال ما يفعله الميليشيات الموالية لإيران والحرس الثوري وقاسم سليماني. فأي حليف دمروا العراق؟ أي حليف هذا؟ خلوا الشعب العراقي يعني العراق يرجع إلى القرون الوسطى. يعني انظر يعني دمروا اليمن دمروا العراق ويعني عملوا كل هذا الفوضى في المنطقة. فأي حليف هذا؟ نحن عندما يقول دولة جمهورية إسلامية الإسلام مثل ما قلنا الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء نعم يعني هم أبو عبد الله يعني من هنا يقصد الحليف. يعني 12 مليار دولار كل سنة إيران تصدر للعراق حقول نفط عراقية تستخدمها إيران. شط العرب مستغلتها إيران تقطع المياه عن العراق والحكومة ساكتة. تمرير صفقات جعل العراق معبر للأسلحة الإيرانية ولتدريب الميليشيات الإيرانية إن كان لزعزعة الاستقرار في العراق أو خارج العراق سوريا البحرين اليمن لبنان غيرها من الدول. هذا بالنسبة لها حليف طبعا. هي ما تتكلم على الشعب هي تتكلم على حكومة موالية لها. بكل تأكيد أخي عمر. لكن من الذي سمح لهم أن يعملوا كل هذا يعني الحلف؟ هو أكيد الصهاينة الأمريكان هم أعطوا المجال. لكن أنا أتوقع الآن جاء العدل التنازلي الآن الأمريكان يقول لهم يكفي الآن. يعني كل الذي فعلوه الأمريكان كأنهم يريدون الآن أن لأنهم شرطي الخليج الأمريكي الآن أمريكان يريدوا أن يتخلصوا منهم لأن يعني مهمتهم انتهى. عملوا كل هذه الجرائم كل هذه الفوضى ويعني خلوا الأمريكان يعملوا قواعد في الخليج فسببها كلهم. فحلفهم يعني إن شاء الله الله عز وجل عندما يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن شاء الله حلفهم ينتهي قريبا بإذن الله. نعم أبو عبد الله من لندن كان معنا. طبعا بالنسبة لشط العرب تم الاتفاق على إعادة اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 والتي وقعت في الجزائر في ذلك العام بين إيران والعراق وكل الاتفاقات الملحقة بها. ولذا قرر الطرفان كما هو معلن طبعا البدء بعمليات مشتركة لتنظيف شط العرب بهدف إعادة قناة الملاحة الرئيسية خط التالوك وفق الاتفاقية المذكورة.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كذلك أعلن يوم أمس بأن قادة إيران والعراق اتفقوا على إلغاء تأشيرة الدخول وربط سكك الحديد وإقامة مدن صناعية مشتركة بين البلدين ورفع حجم التجارة من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنوياً إضافة إلى اتفاقات أخرى بحسب ما ذكره عبر حسابه في موقع تويتر. معنا اتصال أبو علي من كربلاء. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمح لي أستاذ عمر. نعم. أرجوك، أنا لا إنسان طائفي ولا أردعشي، بس يعني على جهة، ولكن أنا كشيعي. نعم. تتحمل الشيعة مسؤولية أمام الله والتاريخ اللي صار دمار بالعراق في زمن الاحتلال المغولي، وكان بالعلقمي هم باسم الشيعة ودخل المغول، وهسه ربعنا هم دخلوا. أنا أردعتي على طائفتي، سمعوا يا شيعة، أنتوا باكر مسؤولين أمام الله والتاريخ، شنو عندكم يعني ما لأنه إيران شيعة، يعني أنتوا تصورون تسلمون العراق بديهم؟ يعني هيك شيعة تصورون سنة يقيم بالعراق ياخذ جنسية؟ لا، أنا شفت بعيني ناس تراجع للسفارة العراقية في طهران، وكان هذا الشيخ جعفر الشيخ أصلا إيراني بسنة 70 سفر. يا جماعة الخير، السفير ما لا عنده جنسية ولا شهادة جنسية عراقي، زين ويدخل الإيرانيين ويستلم جنسية وشهادة جنسية ويدخل يقيم سنة ياخذ جنسية. راح أقول لكم فشيء، ابن المجاهد اللي اعتبروه جماعة هذا العامري كان يقاتل ضد العراق ويموت، وابنه وامه إيرانية، وابنه يولد بإيران ويصير عمره 30 سنة ما يطلع جنسية، يعني تصور. نعم. انت تريدون مثل الأهواز؟ والله العظيم لو لسنا صرنا مثل الأهواز، الخفافية تصير سنقار، والمحمرة تصير خرم شار، والناصرية تصير شادقان، وشوارع من فلان الخميني والخامنئي. يعني انتم كيفين بعد غير الديمقراطيه؟ اعطيتوا ابار نفط ما عندنا مشترك، اعطيتوه بس العرب. بعدين البذل اللي يدخل من ايران الى جانب العراق، بالمناسبه ضفت يعني شط العرب، وابشركم شط العرب سموه ارودرود، زين، وهذول اثنيناتهم ما عندهم مميز، زرعهم اثنيناتهم صفحه جانب الأهواز والجانب العراقي. وين رايحين يا ابو؟ وين رايحين انتوا؟ انتوا وين رايحين؟ وبعدين انت وين كنت كامل بيناتنا؟ احنا هذول قريب 90 مليون، واحنا يقولون 35 37 ما بين شارد وما بين مهجر وما بين، وين احنا؟ يعني احنا الشعب اليوم احنا وصلنا بريج ماي ما عندك تروح تخلي بريج لبن انت قاعد تستورده؟ انت شنو معمل مال ميساني يروحون العصابي يفلشوه ياخذون حتى تستورد الشيعة؟ يعني انتم كيفين المواد المخدرة دخلت بيوتهم بيوتكم؟ انت لا حتى شوف ذال هناك العشائر شيك في الشيعة لو شي تافه، بس الوطن ما عنده اهمية انها شيعة العراق. وين وصلتوا؟ هاي مسؤولية امام الله والتاريخ. يعني انت بكيف والله تكون جندي قاسم سليماني وتسوي له تمثال قاسم سليماني وبتستورد اللي ما يستورد احد؟ وكم والله عيب عيب عيب، احنا وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ والله اللي يبيع وطنه يبيع شرفه، شرف ما عنده. يعني من الناس اذا ما عندي وطن كل شيء ما عندي، ما املك وجود، يعني اشياء قهريه. انا مو انا ما انتخبت وطني ولا انتخبت امي وابوي، اشياء قهريه غصبا علي. يعني انت عندك تسني عدو عن البعض الشيعه السياسيين واخوك، بعدين انت هتقرك الايراني هتقرك. واريد من كل شيعي يحب ايراني، الايراني يقول انا دمي شيعي خذوه، اذا استقبل اخذ منك دم العني واتصل قول هذا ابو علي الكربلائي كذاب، ولك دمك ما ياخذوه، ولك عرضه انت لا دفعتهم. انت حسوا انتوا وين رايحين؟ عمي فضحتونا خسيتونا، تستقبلون انتوا انتوا العشائر العذر تستقبل الروحاني على اي اساس؟ تقرق ولك هذا عليه، تقرق ولك هذا عدوك. وبعدين بالمناسبه يجي واحد يقول امريكا ليش ما توقف؟ طبعا امريكا تريد انه يبقى حتى تخوف بهم العرب وتستبدل العرب
وتحلف بيهم. بعدين العرب بالخطوط السعوديه واختقانه اللغه العربيه ما وصلوها عمر ذاك الصوب. هاي السودان جاي يموت من الجراء وجاي يطيح وما عنده سيول نقديه ومحروقات ما جاي تنول. لا تهتمون واحد عربي ولا مدري شنو ولو متحده والجامعه العربيه لا حد يفكر. احنا كنا نستحيل بس انا ما اقول اكو ناس من الشيعه ابطال وهذا بس لازم نقوم ولك على مستوى هيك تقول واحد وشنو انتم؟ يعني يجي السفير يهينكم او هذا سيد الحسين مشتبه ممثل الخامنئي يهين رئيس وزراء في بلدنا ويغلط على العراقيين واحنا نصفق له وياك علي وياك انت ابو الابراهيمر علي وياك وياك علي وياك اجى العساوي علي وياك اجى مقتدى علي وياك عيب 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 راح المرت الثالثه راس الثالثه راح يسجل عليه التاريخ وقتل اولادنا واحفادنا ينزلون روسهم نعم ولك لا تبقى يطلع عليك باسم المذهب هذا ولك انت تحب المذهب عشيك شيك تمشي ليش شيك تمشي يعني احنا ناقصنا ليش هو ينظر لك انت كشيء ومسلم ليش ياخذ يزاولك انا ما اكون فور عدو مع اي بلد ولكن بالنت وكم مره طبعتونا ما خلتونا قيد الدم بعدين انا بدي اقول سامحني استاذ عمر سامحني ارجوك نعم انا ارد اقول انت اخوي انت اللي تروح للاردن او مصر لما يسالوك يقولوا لك انت شيعي ليش تنزعل؟ ليش تزعل؟ ليش؟ انت هو هذا الواقع هو هاي الدوله مالتك اللي خلت سني شيعي كردي ليش؟ ليش من تروح للعراق تفتخر تقول انا شيعي او تستحي تروح برا؟ فكر انت الى متى وين وصلت البلد؟ انت خلوك عدو مع اخوتك العرب من الكويت ومن دول الخليج هذا لا وهذا سني وهذا شنو؟ احنا وين وصلنا هذه حكومتنا الشيعيه؟ وين وصلنا؟ الفقر والمخدرات والزنا باسم المتعه، وين وصلنا البلد وشي يكتب شيء؟ عمي فكروا يا عراقيين، فكروا احنا وين وصلنا؟ خلي التحت خلي نشوف دربنا وين صاير. انا اشكرك ابو علي. عار علينا الى يوم القيامه. وانا اشكرك استاذ عمر اشكرك ابو علي من كربلاء كان معنا. طبعا بالمقابل وزير النقل السابق عمر عبد الجبار يعني ابدا تحفظا على توقيع الاتفاقيات مع ايران حول الحدود والمياه وقال بان هناك توصيه سابقه عام 2009 من مجلس شورى الدوله بعدم التفاوض مع دول جوار العراق في الوقت الحالي لعدم وجود مفاوض قوي. اوضح في تصريحات لقناه محلية عراقية أنا فاوضت السفير الإيراني في بغداد سابقا وقال إنه لم يكن مرن معه وطالبت بحقوق العراقيين الشرعية. أضاف قلت له بأنه قلت له أنت تريد ربط سكك حديد وفتح أجواء العراق لكم ولكن ماذا راح تعطونا بالمقابل؟ قال بأنه شو تريد أنت؟ أجبت أريد شط العرب حصتنا في شط العرب ونهر الكارون ومياه ديالة وأوقفوا البزل على البصرة المياه المالحة اللي تدفعها إيران باتجاه العراق. قال بأنه قال لا أقدر على تحقيق ذلك ولكن أعطيك وعد بضمان بقائك وزيرا لأربع سنوات مقبلة. يقول رفضت العرض وذهبت بعدها إلى وزير الخارجية آنذاك هوشير زيباري وأبلغه بأن هذا الوزير بعثي واتصل بزيباري وأخبرني بأنه اتهمني بذلك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. موضوع آخر ربما مرتبط بزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي غادر يوم أمس، موضوع التجنيس. يعني السياسي حسن العلوي اتهم السلطات الحكومية بالسعي لإصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الأجانب للعتبات المقدسة حال إقامتهم عاما
واحدا في البلاد، ودعا العلوي العراقي للوقوف بوجه الحكومة في بغداد لإحباط هذا المشروع الذي وصف العلوي يعني معدوه بالعملاء والمرتشين. وأضاف العلوي أنه في حال تمرير مثل هذا المشروع فإن العاصمة بغداد ستغص بملايين الأجانب وسيختفي الناطقون باللغة العربية على حد تعبيره. واضح الأمر، هم الآن يتحدثون عن تعداد سكاني، ظهر الجماعة يريد يجيبون ربعهم العجم حتى يجنسوهم. ماكو بالعالم كله أنه واحد يقعد سنة وياخذ جنسية. الجماعة ما شاء الله عليهم يعني أهل يجي يجنسوه، هو ابن البلد شو محصل حتى أنت تطي للمجنس. فهذه هم يعني فرارة أخرى من فرارات الحكومة والبرلمانيين اللي تربطهم علاقات قوية مع إيران. يقول لك تجي تقعد السنة، تجي تزور، إذا قعد السنة بالعراق لك جنسية بدون لا شروط ولا شيء. نائب في البرلمان، نرجع على موضوع حسن روحاني وزيارته والنتائج اللي أسفرت عنه. نائب في البرلمان قال بأن العراق لم يحصل على شيء ولا حتى على منفعة واحدة من هذه الزيارة التي كانت كحصاد الغلة كما سماها نهاية الموسم. يقول أخذ الإيرانيون عقودا واتفاقيات من العراق عززت من هيمنتهم على السوق العراقية. وأكد النائب، طبعا فضل عدم ذكر اسمه، قال بأن الإيرانيين لم يعطوا للعراق وعدا بشأن إعادة فتح روافد دجلة وعددها 11 رافد أو إيقاف فتح مياه البزل أو حل ملف المعامل الإيرانية التي يصل تلوثها البيئي للعراق وخصوصا البصرة وبدرة وجصان وديالة. معنا اتصال أبو طاها من العظمية، تفضل أبو طاها. أبو طاها تسمعني؟ أبو طاها يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أبو طاها. طبعا أشار هذا البرلماني إلى أن العراق خسر ما بين 140 و200 مليون دولار كرسوم تأشيرات على دخول الإيرانيين للعراق. رسم التأشيرة 40 دولار على كل زائر ومنح إيران إعفاء من هذه الرسوم. النائب عبد الرحمن الشمري قال بأن الزيارة عبارة عن مكاسب لإيران بالجملة، وأوضح بأن إيران حصلت على مكاسب كثيرة والعراق لم يحصل على حقوقه بشأن مياه الأنهر وشط العرب والملف التجاري والاقتصادي. كذلك قال عضو اللجنة المالية في البرلمان حما رشيد في تصريح صحفي بأن الاتفاقات تصب بمصلحة إيران فقط نظرا لدخول أكثر من 7 ملايين إيراني إلى العراق سنويا لزيارة العتبات المقدسة في بغداد وسامراء والنجف وكربلاء. ولفت إلى أن أعداد السائحين العراقيين الذين يزورون إيران لا تصل إلى ربع عدد الزوار الإيرانيين الداخلين إلى العراق. عضو ائتلاف دولة القانون إلى غير وجهة نظر وغير تصريح، وهو عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي نائب منصور البعيجي، اعتبر بأن مكاسب الزيارة كانت للعراق وإيران، وأضاف بأن هذه الزيارة هي زيارة أمنية واقتصادية وسياسية وتجارية وعلمية وثقافية وبيئية ومهمة للغاية. ما أعرف شنو العلمية بالموضوع، إيش راح نأخذ من علم إيران أو ثقافة إيران ما ندري. رأى بأن الزيارة أفرحت الأصدقاء كما قال، وأغاظت الصهاينة والأمريكان، وهي عكس ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زار العراق غرسة ليلا وغادر من دون أن يعلم أحد به. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناة الشريفة وإلى كل الشريف العراق. أستاذ، بعد ما سمعنا سيد أبو علي من كربلاء، ولو إحنا مصابين بإحباط، يعني معناها إحنا زدنا إحباطا بالعراقيين. يعني ليش إحنا كعراقيين نوصل إلى هذا الحال من الإحباط؟ السني يعني دمر، والمرأة العراقية اغتصبت من قبل أهل العراقيين نفسهم، ومع هذا إحنا نتفرج على شرفنا وعلى غيرة العراق شلون بدأ يدافع عن أمه وعن أخته وعن حتى اليزيديات اللي اغتصبوهم ودمروا البلد ودمروا العراق. بعد إلى وين نوصل؟ يعني إحنا هسه سلمنا العراق كله ببنية التحتية وعلى الأرض سلمناها لإيران، بعد ما حد يحكي. يعني إذا كان شاب يريد تعيين،
النفط راح يروح الى ايران وللشركات الامريكيه، الاراضي العراقيه كلها دمرت وحوبت راح تتحول الى اراضي سكنيه. العراقيين اللي كانوا بالخارج اصلا مناوين يرجعون، لان احنا صرنا في حاله احباط بحيث انه اذا واحد يشوف عراقي بالخارج يقول له انا مو عراقي. ليش هاي المشاكل اللي بنحيسها؟ ليش احنا مهتمين بالايرانيين؟ احنا بنجيبهم يعني استاذي بهاي مشكله التعداد السكاني، يعني هي غريبه علينا، هي مشكله الانتخابات، هي نفس الشيء راح يصير بالتعداد السكاني. هسه بيحاولون انه يدخلون اكبر عدد من ممكن من دول العالم، افغان، ايران، كلهم جنسيات شيعيه مناوئه للشعب العراقي بشيعته وسنته، ويقوم ياخذون ينطون. هسه حولوا كل الاراضي الزراعيه الى سكنيه، وزعوها عليهم في سبيل حتى يصير كل الف شيعي نص سني. زين، معناها هاي الانتخابات هي كوسيله من وسائل انه ترى هي يعني من زمان الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية تخطط للتدمير وتخطط لأنه تابعة إلى إيران وتخطط، وأنه ليس لأن الحكوميين الأساس الحكوميين هم مرتاحين، بيأخذون فلوس، بيأخذون ثروات، أحزاب تفتي الشعب العراقي وما أخذ ثروات البلد. بعد شعليه بالبلد عسى يموت، عسى يستمر، عسى يصير بأي شيء شعليها، وإذا ماتوا. أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد، كانت معنا اتصال أبو طه من بغداد، تفضل أبو طه. أبو طه. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام. أسمعك عيني، وعليكم السلام، تفضل. يا أهلا بك. أستاذ عمر، بالنسبة للرئيس الإيراني مو وجل الاتفاقية. أجى أمر الحكومة العراقية أمر العملاء الموجودين بالعراق، أمر أمرهم أن يوقعون حتى هذه الاتفاقية، واللي يوقع هذا الشيء يكون خارج الحكومة. نعم. يعني فما عشيرون الدمنا راح يفكون سكة الحديد حتى تزيد المخدرات وتزيد الأسلحة، الجهاد لو قتله، لأن أخذ الشيء يريده. نعم. بس إحنا من نستوعب نعم، أنا أعتذر منك أبو طه، الصوت يقطع، أكو مشكلة بالصوت الظاهرة من الشبكة في العراق. نقرأ رسالة وسام أبو قاسم فلسطين، يقول الأمر المهم عند الأمريكان وقوات التحالف هو ليس النفط والثروات، وإنما هو إجهاض ومنع أي محاولات لجمع الأمة وإنهاضها، ولذلك فلا يمانع ولا يأبه الأمريكان ولا التحالف لأي عصابات تحقق له هذه الغاية، ولذلك سمحت للعصابات الإجرامية التابعة لإيران بالعبث فسادا في بلداننا، ووفرت لها غطاء جويا وإعلاميا لحرب الإبادة التي تعرض لها وما زال أهل الهمة والشرف من أهل العراق والشام. رسالة أخرى يقول فيها، يقول أتمنى للعراق أن يتوحد على كلمة واحدة وأن يستقر وأن تصير من أقوى الدول العربية، وأن يعم عليها السلام والاستقرار، وإن شاء الله يزيل شيء اسمه داعش، وأن يختفون من الكرة الأرضية، ولا نسمع أنهم قتلوا أي نفس بشرية. توحد الله، وتحية مني، أنا اسمي هاني العسيري، حياك الله. نعم، طبعا بالمناسبة يعني هذه الزيارة، هناك من حذر من تأثير هذه الاتفاقيات بين بغداد وطهران على مستقبل العراق واحتمال شموله بالعقوبات الأمريكية. يعني في هذا السياق رئيس حزب المستقبل الدستوري انتفاض قنبر تحدث في تصريح صحفي، قال بأن العراق وفقا لهذه الاتفاقيات أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يكون مع محور المجتمع الدولي المعتدل الذي يطبق العقوبات على إيران، أو أن يكون مع المحور الإيراني ويخسر المجتمع الدولي بشكل كامل. وحذر من خطورة الاتفاقات التي وقعت مع إيران وتعاون الأحزاب العراقية الدينية مع طهران لأجل الاتفاقات. طبعا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعني قال بأنه تم الاتفاق مع الحكومة في بغداد على العودة ببنود اتفاقية الجزائر كما أشرنا عام 75. كتب في تغريدة له على تويتر بأنه تم التوافق على إنجاز وصفه بالتاريخي، حيث قال أنه تم إزالة آخر آثار الحرب مع صدام حسين، حيث ستتيح الاتفاقية لإيران أفضلية أكبر في شط العرب. التصريح الرئيس الإيراني كذلك صرح بأن الحشد الشعبي ستكون له مكانة مهمة للغاية في العراق، ويعني مصادر صحفية أفادت بأن الرئيس الإيراني أشاد خلال لقائه رئيس هيئة ميليشيات الحشد فالح الفياض بما وصفها بتضحيات الحشد في محاربة الإرهاب. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الله يحييك، أستاذ هذا بدال ما تجيز برقية التهنئة صاحب العصر والزمان، المراجع العظام، الأحزاب الشيعية، الجزولها، بعد 1425 سنة من وحدة دينية، حتى صارت وحدة جغرافية وطنية وسياسية ومالية ونفطية وزراعية، كل شيء في إيران. لازم احنا بالعكس نفرح بهذا الشيء. كانوا يطلعون مظاهرات يقولون ايران برا برا بغداد تبقى حره، هسه ايران جوا جوا العراقي برا برا، يلا قلع وروح بالعافيه بالعافيه عليكم. تسالوها هذا ابو خابصه في يومين كان مطلع لي جماعه معكوس على ايران برا برا، لا لا انت راح يطردوك برا لان انت وجماعتك اي واحد انت حاجه والله لا يسهلون الشوارع سهل. أبو عمر، من ضمن الاتفاق أريد أسألك، من ضمن الاتفاقات اللي صارت إنه اقتسام حقول النفط المشتركة. طبعا نعرف مثلا حقل الفكة من العام 2003 ولغاية الآن إيران ما شاء الله تسحب منه ترجع لي وراء قطرة واحدة، العراق ما يأخذ منه. مع العلم هذا الحقل 95% واقع في الأراضي العراقية و 5% فقط في الأراضي الإيرانية. يعني هذه الحقول إذا كان 99% واقع في العراق فراح تصير نصها الإيران. هاي واحدة من 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 عشرات الاستفادة في هذه الزيارة للجانب الإيراني. إيران هم السادة وهذول في العراق هم الحديد أستاذ، هم الحديد. السيد لازم يكون هو تدرسه، والعديد لازم يتحمل يتحمل. زين هو لهم النفط وانتم لكم يعني العماره والبصر الدخان، اضربوا شبع شديدون تشريد دخان، من تروح للمطعم تقول لهم تشريد دخان. زين هذا ما عجبكم، صدام حسين ما عجبكم، هذا ما خولي الا علي والركان، هذا علي السلطاني مالكم والقاضي الجعفريه مالكم. ما شاء الله، انا نبهتكم قبل كم يوم، قبل من كان برنامجكم الاستاذ مصطفى على المراقد والاوقاف بالموصل، قلت لك اكو هجره مليونيه راح تجي، ما حد صدق طبعا، قسما بالله كلامي طلع صحيح، ربطت الحدود والايراني راح يدخل جوا ياخذ جنسيه. نعم. الو. اسمعك ابو عمر. زين قلت لكم نعم. نعم. الو. اسمعك اسمعك. استاذ عمر قلت لكم راح يجون بالملايين. قبل ما يجي 10 ايام 15 يوم برنامج كان عندكم استاذ مصطفى قدمه، قلت لك راح يجون بالملايين ينطوهم الجنسيه غصبا على كل واحد من يرضى. زين انت يا شيوخ العشائر شغلتكم الوحيده تدرون شو تسوون، انت يا اهل الجنوب ويا اهل الوسط شغلتكم الوحيده، انتم هذول المعممين اللي ضحكوا عليكم، والله عار عليكم انتم لا تقولون شيوخ عشائر. زين عار عليكم لو مسكتيكم بلف الفلافل ولف البيض تاكلين عليها، على هاي تاكلين عليها، روحوا انتم لموا لا تشتغلوا بالشيخ عشاير، روحوا عشان لكم الله اشتغلوا تطلقوا عن ايام جو الجسر مرفوع ذاك احسن منكم. يقولون والله 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 استاذ هاي الزياره وما هذا بس بكلمه واحده اقولها واخلص، هذه الزياره نتيجتها دبي بالاخير راح تشوف استاذ انه تفكيك الحرب على اهل السنه بالسعوديه، وانا احذر السعوديه ودول الخليج واهل السنه كل مكان، استعدوا قبل ما يتغدون بكم، اتغدوا بهم قبل ما يتعشون بكم. انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا اتصال.
محمد من لندن. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخي؟ حياك الله يا أهلا بيك. أنا عندي رسالة بس شعب العراقي. نعم. يا شعب العراقي، احنا هوازيين ونعرف، لا نعرف الفرس كيف يتعاملون معانا. لا احنا احنا درس لكم عبرة. شوفوا شعملوا بينا، استوموا بينا يا عمي. عنصريين، ليس مسلمين، ليس مسلمين، والله العظيم عنصريين جحفحته. ما عندهم شعب، عندهم لا عندهم رحم، لا عندهم. يعني راح يستعمرونكم. تعالوا اوريكم رسائل كيف يتعاملون معاكم بالايران، كيف يتعاملون معاكم بالمشهد، كيف يتصرفون معاكم. شوفوا احنا جاهز، شوفوا احنا كيف معاهم. وانتم تروحون تبيعون بلدكم، تبيعون شط العرب، تبيعون كل شيء يدكم. وكل هذا السبب بالثاني. شيلوه يا عمي يا الثاني، شيلوه والله. شيلوه تفضل مرتاحه من عده. ترى هذول اهل العمايم كلهم كذب، كلهم كذب. شيلوهم والله، شيلوهم والله. لا تعرف على مرتاح ولا تريد تشوف الخير. شوف شوف دول الخليج شلون صارت. ترى يدشون عليكم المخدرات ويدشون عليكم كل شيء. والله وبالله ليس مثاليم. والعل يستعمرونكم ويسوونكم مثل ما يعملون فينا احنا الهواز. واحنا احنا لو هم رجال، لو هم عندهم دوله، هو الهواز ينضم لكم، ينضم لكم. كل هاي من منطقه البوشهر فيكم. بس وين وين عندهم مرجله؟ وين العرب الاصيل اللي عنده غيره ويقول هذول اخوان الهوازيين لكم تعالوا تعاملوا عليهم؟ ليش تستعملون معاهم؟ هذول مو عرب من عندنا. واحنا كنا نندم لكم للعراق. كنا احنا كثير والشعب وكل هالكله تندم للعراق. ليش هكي؟ يا عراقيين والله قموا عليهم، والله قموا عليهم. لا تستكسون من عندهم. والله كل واحد من الإذاعات، الإذاعات كلها عميلة، إذاعة آسيا وفلوجة وكلهم كلهم عملاء، كلهم كذابين. أقوى إذاعة. يعني ما أريد نعمم، يعني أشكرك. ما أريد نعمم، أنا أشكرك محمد من لندن. كان معنا رسالة يقول فيها حسام: أكيد بس العملاء الآن فرحانين بزيارة روحاني، بس الشعب العراقي وعلى رأسهم أبطال الشيعة راح يصلون ويردون على زيارة العار الإيرانيين للعراق ويمزقون صورة خميني مرة ثانية ويخربون مشاريع إيران في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. تحدثنا فيها حول نتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، وكيف أن الزيارة جاءت مثمرة للجانب الإيراني على حساب الاقتصاد العراقي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.